السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا لو سمحت، إذا رأى إنسان شخص ميت وقال له شيء وحدث هذا الشيء، هل يعد هذا من عمل الشيطان؟ وكيف نرد على الذين يقولون أن الأموات يشعرون بما يفعله الأحياء؟ يعني إذا رأيت رؤيا ميتا قال قولا وتحقق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، فقد تتحقق رؤيا الذين هم صادقون في حديثهم. بس ما وراء ذلك من أن الأموات يعرفون أحوال الأحياء؟ لا، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. يقال للرسول ذلك يوم القيامة لما يقول أصحابي أصحابي، قال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. بارك الله فيك.